طيب أذهب معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لنتابع أصداء ما يحدث في نيويورك، الجمعية العامة في اجتماعتها أو في دورتها 72، كذلك هوامشها، فهناك الكثير يمكن أكثر مما هو موجود في الجمعية نفسها موجود على هامش اللقاءات. منذ قليل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بمدينة نيويورك الأمريكية محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وقد رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خلال زيارتهما الأخيرة إلى القاهرة من تفاهم وحرص على الحوار الفلسطيني الفلسطيني، والتي جاءت في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية. وكان الرئيس السيسي قد أكد للشخصيات الأمريكية المؤثرة خلال اجتماعه بهم اليوم دعم مصر جميع الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، ومشيرا إلى أن الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية من شأنه أن يوفر واقعا جديدا بالمنطقة ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما أشار الرئيس تعقيبا على استفسارات الحاضرين حول المستجدات على الساحة الفلسطينية إلى أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا كبيرة مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني، سعيا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. كما لفت إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوها إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين. ينضم إلي من نيويورك أحمد محارم الصحفي الموجود هناك عبر الهاتف. أستاذ أحمد أهلا بك ومرحبا على شاشتنا. يعني يبدو أن ثمة تقدما كبيرا يحدث في هذه الساعات التي نتحدث فيها وعنها، قد تكون فرصة لتحقيق مصالحة تاريخية. كيف تابعت لقاء الرئيس والرئيس الفلسطيني؟ بالتأكيد كانت ولا زالت وسوف تظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل جزء كبير جدا من اهتمام السياسة الخارجية المصرية. نعم. اعتقد ان فترة وجود الرئيس السيسي في نيويورك ومشاركته في الجمعية العامة لدورة 72 عنده جدول لقاءات مزدحم جدا، كان جميل جدا ومهم انه يكون عنده لقاء مع الرئيس الفلسطيني. طبعا. وايضا ده هيلقي ضوء على مدى اهتمام السياسة الخارجية المصرية والادارة المصرية بان رأب الصدع اللي بين الداخل الفلسطيني اللي هو يعتبر طول عمره شأن فلسطيني داخلي، لكن إلى حد كبير يهمنا ويهم المنطقة ويهم العالم أن يكون في نوع من الاستقرار. أعتقد في خلال السنوات الماضية كان واضح جدا الدور المحلي والإقليمي والدولي اللي بذلته الخارجية المصرية من خلال وجودها في مجلس الأمن كعضو غير دائم لمدة سنتين ودي للدورة الخامسة. أعتقد أن كان في اهتمام كبير وحرص من الرئيس السيسي ومن الإدارة المصرية أنه آن الأوان لأن إخواننا الفلسطينيين يجلسوا مع بعض، ومهما كان فيه وجهات نظر متباينة أو مختلفة على المستوى الداخلي لأن الصراعات والمشاكل اللي بتشهدها المنطقة محتاجة أن احنا نوحد الصفوف. وإذا كنا طول عمرنا بنعاني من سنة 48 من أن عندنا مشكلة واحدة بس اللي هي المشكلة الفلسطينية، النهاردة تعدلت المشكلات، ومن ثم فإن إعادة رأب الصدع والدور المهم جدا اللي عملته الإدارة المصرية والخارجية المصرية ولقاء الرئيس السيسي النهاردة مع الرئيس الفلسطيني أعتقد يؤكد إلى حد كبير أن مصر كانت وما زالت وسوف تظل لها دور مش بس محلي ولا إقليمي، دولي. أنت لما تشوف حضرتك المقابلة اللي قابلوها الناس الدبلوماسيين والمسؤولين والرجال المصري الرئيس السيسي بيعكس اهتمام مش بس بشخصه، اهتمام بمصر محليا وإقليميا وعالميا. فطبعا أكيد لقاء النهارده مع الرئيس الفلسطيني من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد تماما أن هناك مجال مفتوح وواسع لأن يكون هناك مستقبل مشرق لفلسطين كشعب وحكومة من خلال توحيد جهودهم ومن خلال نتائج ملموسة صبرت الإدارة المصرية سنوات طويلة عليها، ويمكن في فترة من الفترات كان بيوجه لها بعض اللوم، ولكن أعتقد مع الوقت كان واضح أن الحقيقة أن الدبلوماسية المصرية
دبلوماسية النفس الطويل، وإن شاء الله يكون اللي جاي خير بإذن الله. طيب أستاذ أحمد، يعني القضية الفلسطينية وإن كانت لب الصراع العربي، لكن هناك أو القضايا العربية، لكن هناك الحقيقة أمور كثيرة في المنطقة العربية تبعث على القلق والمزيد من القلق. القضية السورية، الشأن العراقي، وأيضا ليبيا المأزومة. هل لهذه الملفات نصيب على هامش اجتماعات الجمعية العامة؟ بالتأكيد النهاردة كان في لقاءات عقدت في الصباح من خلال يعني قاعة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، افتتحها رئيس الجمعية العامة او رئيس المجلس الامم المتحده غوتيرس، انطونيو غوتيرس، في حضور تقريبا 11 ممثلين دول، وكان على راسهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وتحدثت ايضا هيلي كيلي المندوبه الامريكيه، الاثنين مع غوتيرس يعني رئيس الامم المتحده. اشاروا هم الثلاثه في كلامهم الى اهميه وجود هذا الحشد الكبير من رؤساء العالم وممثلين الدول 194 دوله، ان هناك مشاكل على الساحه بتلقي بظلال من يوم لاخر، بل من ساعه لاخرى، على ان الامم المتحده محتاجه دعم، وهذا الدعم يحتاج تضافر كل الجهود، وهناك اصلاح هيكلي داخلي للامم المتحده. الكلمات الجميله اللي قالها الرئيس ترامب واللي قالها كمان رئيس الامم المتحده غوتيرس، قالوا ان الفتره القادمه او الحقبه القادمه من اداره الامم المتحده مش هيكون اهتمامنا بالشكليات ولا بالبروتوكول ولا بالكلمات اللي تقال، اهتمامنا اساسا بالواقع على الارض ومدى تعاون الشعوب معانا ورؤيتها ان يكون لنا صم او بصمه على ارض الواقع. فاعتقد مشاكل زي دي بتؤرق يعني كثير جدا من الدبلوماسيين، ومن ثم اعتقد الدوره ال 72 هيكون لها دور هام جدا في انها تطلع بنتائج طيبه يمكن ان يلمسها المواطن البسيط اللي عايش في ارض فيها صراعات. اشكرك يا استاذ احمد، شرفتني، شكرا جزيلا. أحمد محارم الكاتب الصحفي، وحدثني من نيويورك.